فنان تشكيلي ومصور فوتوغرافي، شاركت في أكثر من 73 معرض في مصر 16 دولة. النهارده بشارك في معرض بتاع احتفالات أكتوبر. النهارده المبادرة اللي بيقدمها الفنان أحمد غويبة، والنهارده لما سمعت عن الإعلان إن في شراكة جميلة ما بين الفنانين، أو انتصارات أكتوبر وروح أكتوبر وروح مصر الجديدة في عيون الفنانين التشكيليين، كان إيه النهارده إحساسك ورد فعلك؟ طبعا كان لازم أشارك في مناسبة وطنية زي دي كده، إن إحنا نجسد إن نوثق في احتفالات أكتوبر. أنا بضم صوتي لصوتك، وإن النهارده إن الفنان محمد حميدة ومؤسسة الاستراقة بقاعتها إن هي تضم الحدث ده كله، أنا شايف إن هي شراكة جميلة جدا. طبعا يعتبر يمكن مثلا استراكة ومع وسط الفنان غويبة هم المؤسسة الوحيدة، هم ليهم السبق النهارده، الوحيدة اللي شاركت في، اللي حابة تجسد الاحتفال. نورتنا يا فنان.